السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. طيب يوم السبت والحد كالعاده عارفين بنحاول نعمل اكلات تكون شويه لطيفه، اكيد كل الاكل يكون لطيف ولكن بنحاول نبعد شويه من فكره الطبيخ الاكتر او الاكلات الصعبه. فجاي النهارده اعمل لحضراتكم اكل لبناني. الاكل اللبناني هو اسهل اكل يتعمل واسهل اكل يتهضم واسهل اكل كمان تلاقيه متوفر في حاجات كتير جدا، والسلطات بتاعته اكل كتير جدا احنا بنحبه من الاكلات اللبنانيه. هعمل ايه النهارده من الاكل اللبناني بقى؟ جايب عندي كل حاجه من اولها لحد اخرها ان شاء الله مع حضراتكم، يعني اللحمه كامله اللي هنفرمها هنعمل بيها مثلا لو حبينا مثلا نعمل بيها كبه صينيه، هنشوف بتعمل ازاي من اولها لاخرها، وفي لحمه ثانيه كمان نفرمها نحشيها بالكوسه مع الصوص اللبنه، هنشوف بتعمل ازاي كده. رقم اثنين، رقم ثلاثه عندي كبده بدبس الرمان، دي مشهوره جدا وكلنا بنعشقها، واي مكان بنخش ونسال على طول فين التبوله او الدبس الرمان. هعمل الاثنين برضو مع حضراتكم كده، اربع اطباق ان شاء الله اسهل من بعض، هنعملهم من الاول لحد الاخر ولكن بعد فاصل. اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا بنتكلم معاكم النهارده على اكلات لبنانيه او الاكل اللبناني عامه، هو سهل جدا وزي ما قلنا من شويه مع حضراتكم معظم الناس هنا في مصر كمان مش شرط يكون مطعم لبناني ولكن متوفر عنده كل الاكلات اللبنانيه او الايطاليه. اللي جاب دي جنب دي لا، هو اي مكان نخش حتى لو مطعم شرقي فتلاقي عنده اكل له علاقه باللبنان، تلاقي عنده كبده دبس الرمان، تلاقي عنده تبوله فتوش، يعني ده ماشي الحال في اي منيو بنلاقيه ان هو سهل والطلب عليه كتير جدا. نفس الموضوع في الايطالي، هتلاقي اي محل حتى لو بتاع ستيك تلاقي عنده بيتزا وهتلاقي عنده باستا. المقصود من كلامي ان الحاجات دي كلها بتبقى سهله جدا في عمايلها او في تسويتها وطعمها بيبقى جميل جدا، وده اللي احنا بنحب ناكل حاجه تكون بسيطه لما بنكون خارجين بره. بس لما بنيجي نعملها في البيت ساعات بيقابلنا كام مشكله كده، يعني صغيرين قوي، التتبيلات، الصوصات، التسويات، الحاجات اللي هي ممكن تكون موجوده في كل بيت ولكن لو اتكلمنا مثلا على التبوله، ايه التبوله؟ التبوله عباره عن بقدونس او ورق بقدونس مفروم متقطع، وكمان عندك برغل منقوع، وطماطم مفرومه من غير بذر، وبصل ناعم جدا، وتاخد البهار بتاعها، حبه سماق بسيط جدا ده لو اديناها، وكمان ليه بقول لو اديناها ان هي سماق بس للفتوش. التبوله بتاخد زيت زيتون وليمون ده اكتر حاجه، والملح. تبرتها برده سهله جدا وبسيطه، وبيطلع معاها جرنش بتاعها بيبقى عندي الخس، ونعناع بيبقى ليه شكل كده لطيف جدا. طيب الكبه او كلمه الكبه الصينيه هي بتعمل كبه، وفي كبه تانية اللي هي كبه النيه اللي هي بتبقى مفرومه كويس قوي، ده برده بالطريقه اللبنانيه، وفي كبيبه اللي احنا بناكلها برده لو كانت محمره او في صوص ليه علاقه بالزبادي او باللبنه. هنشوف مع حضراتكم برده هنعمل صوص اللبنه ده ازاي، بس هنعمله مع الكوسه. الكوسه هتكون كوسه محشيه باللحمه المفرومه. الكوسه حضراتكم شايفين بسيطه جدا، بتقطعها على نصين، وممكن اعملها لو هي كامله برده براحتي، ولكن هشوحها الاول مع الزبده والعب معاها براحتي خالص، وبعد كده هبدا اشتغل بيها واحده واحده. هبدا اول شيء هشتغل النهارده مع حضراتكم بالفود بروسيسور دوت بتاع براون، هو اللي هيساعدني في فكره فرم اللحمه اذا كانت وش او وشين. مثلا الكبه النيه تاخد 3 وشوش، او الكبه اللي هي صينيه الكبه الاثنين نفس الفرمه بيبقوا ناعمين جدا، مش باينه خالص ان هي لحمه اصلا، بتبقى مفرومه، حط معاها كل المقادير وكل الخلطه بتاعتها كلها بتبقى شكل واحد. هنشوف بتعمل ازاي. الحاجه الثانيه اللي هبدا فيها الاول هي اللحمه المفرومه، ان انا هخليها برده وشين عشان اعصجها دي الكوسه، يعني دي هتمشي كده ودي هتمشي كده. طيب تعال نجيب الاول رقم واحد مثلا، نقول نص كيلو لحمه بالشكل دوت او لحمه ملبسه عامه، هقسمها او هفرمها الاول بعد كده هقسمها لجزئين، هنشوف واحده واحده مع حضراتكم. ببدا اشتغل بيها واحده واحده كده، بسم الله كده، وابدا اوسط درجه السرعه بتاعتي واعمل كده، وبعد كده هبدا ازود شايف ايه اللي حصل على مشافيق؟ اللحمه اتفرمت كويس كده، كده خدت وش واحد، على ما اعتقد دي الفرمه العاديه اللي ممكن نمشيها في الكفته، في البرجر، في اي كان. عايز امشيها في مفروم اكتر واحشي بيها الكوسه، هديها كمان جرشه نفس الموضوع بالشكل ده كده اهوت.
تمام كده هنشوف مع حضراتكم ايه الوضع اللي بتكلم عليه. هعمل كده واجيب نفس الطبق هو هو وهرفع السكينه رقم واحد. انا ليه بدات باللحمه؟ لان انا هحطها كتعصيجه او هشتغل بيها للكوسه، عشان الثانيه هبدا هتبل بيها واحط فيها بصل واحط فيها كل حاجه انا عايزها وهشتغل بيها واحده واحده مع حضراتكم. طيب هبدا اول حاجه هجيب اللحمه دي وهعصج الجزء اللي انا عايزه منها عشان خاطر هبدا اشتغل بيه، وهبدا هاخد كمان بشكل بسيط كده معلقتين زبده في الاول هنا كده، والناحيه الثانيه برده معلقتين زبده عشان اشوح فيهم الكوسه واحده واحده، وهديها كمان سن الزيت عشان التست يعلى اكتر واعلى معايا في الحتتين. هاجي هنا نفس الموضوع، معلقه زيت بسيطه مش كتير، يبقى انا حطيت زبده وزيت في البدايه. هجيب عندي المعلقه بتاعتي وابدا اشوح كويس قوي الزبده مع الزيت، وهبدا انزل عندي ببصلايه ناعمه جدا. بص كده يا شفيق اهي، بص مش باينه، دي للحمه اللي هعصق بيها البصلايه مع فص الثوم الناعم مع بهارات لطيفه جدا كده ما تكونش زياده، عشان هي دي اللي هحشي بيها الكوسه. والكوسه الناحيه الثانيه برده عايز اشوحها مع زبده ومع سن زيت زيتون تديني ريحه حلوه، وكمان يا سلام لو حط عليها ورق النعناع هيفرق معايا كتير جدا. بشوح كويس قوي الزبده، بجيب عندي معلقه صغيره احط سن الثوم لطيفه قوي تديني بس نفس كويس كده بالزيت بتاعها اهو. بص قد ايه شفيق، فص ثوم مش اكتر ولا اقل. بشوح كويس جدا واحس ان انا خلاص دبلتها، بس انا مش عايز احرقها، عايز اخليها ما تكونش يعني باينه جدا ان هي متشوحه اكتر من اللازم. هديها سنه كرفس مفروم تديني ريحه اعلى مش كتير. بقلب كويس جدا كده اهو، وهنزل بالكميه. انا مثلا عندي جايب نص كيلو كوسه او حسب الكميه اللي عندي، في طريقتين، ممكن احشيها كامله زي ما قلت لحضراتكم من شويه، وممكن اقسمها نصين وهنشوف ده اللي هيحصل مع حضراتكم واحده واحده. بجيب عندي نص الكميه اللي انا عايزها كده اهو، ده كمفروم يمشي معايا مع البصل ومع الزبد اللي حطيناه ومع كل حاجه. اللحمه مش حاطط فيها دهون كتير، عاملها ملبسه. يعني ايه ملبسه؟ الملبسه دي تبقى ماسكه نفسها شويه، ما تبقاش مفرومه لدرجه ان هي يعني مش باينه هي عباره عن ايه. انا طبعا كالعاده اي حاجه بحطها نيه بحط لها فلفل اسمر عشان تبقى ليها طعم وهي بتشتغل كده معايا. ايه البهارات اللي احطها بقى عشان تثبت لي ان انت راجل لبناني النهارده؟ البهارات اللبنانيه هي السماء رقم واحد، سنه قرفه بسيطه جدا، ببدا اتبل كويس قوي بيها اللحمه مع الملح ومع الفلفل وتبدا تشتغل عادي جدا ما فيهاش اي صعوبه. والناحيه الثانيه زي ما اتفقنا هبدا الناحيه الثانيه كده، هروح رايح الزبده ساحت اهي. بص كده يا عم شفيق اهو، هبدا اجيب عندي الكوسه بتاعتي اللي هشتغل بيها، اقسمها على نصين وتنضفها كويس قوي بالشكل دوت كده اهو. جميل، وهبدا اشوحها وهديها عندي سنه ملح من البدايه وتسيبها شويه تتشوح وهنشوف هيحصل فيها ايه مع حضراتكم. بس خليها كده وبعد كده نقلبها براحتنا واحده واحده. دي هعمل لها صوص جميل جدا، صوص لبنه. جايب عندي اللبنه بتتباع النهارده عند بتاع كمان اللبان بتاع اللبن وبتاع الجبن، بتتباع فرط، مش شرط اجيبها علبه غاليه او علبه رخيصه، لا بجيبها قد ما انا عايز. وعندي كمان كريمه لباني، هعمل صوص لطيف جدا مع حضراتكم حالا واحده واحده عشان اخلص طبق طبق ونبقى برده شايفين ايه اللي بيحصل مع حضراتكم. الكبه الصيني، الكبه الصينيه، الكبه الصيني دي نوع بهارات على فكره اللي احنا بنشتغل بيه كل يوم، ولكن الكبه الصينيه هي برده بسيطه جدا، لكن تعتمد على البهارات برده وعلى البصلايه المفرومه معاها. هي هما الاثنين اللحمه والبهارات والبصل يكونوا كلهم نفس الموضوع. بحضر عندي حله ثانيه عشان اعمل فيها الصوص مع حضراتكم واحده واحده. ادي الحله برده هعمل نفس الموضوع، بجيب عندي الزبده وكعبين ثلاثه زبده كده ويسيحوا براحتهم خالص وهبدا اشتغل بيهم واحده واحده. هنا اللحمه انا بحاول اشوحها واقلبها كويس عشان ما تبقاش معايا مكلكعه، وهبدا اتبل وبهر، بس الاول تاخد جزء من التسويه كده اهو. هنا هبدا احط مثلا ايه بقى، حبه السماء، حبه القرفه من دلوقتي اهو كده مع بعضي، واقلب. الموضوع هيبان جدا ان في ريحه غريبه وهو ده المطلوب، ما يبقاش الريحه العاديه بتاعتنا بتاع كل مره. البصل مع الكرفس مع الثوم مع القرفه مع السماء هتعمل معايا تيست عالي جدا وتبقى لطيفه اهو. وفي الاخر نديها سن البقدونس. عايز احط لها مكسرات، انا جاهز عندي حبه لوز محمرين احطهم في الاواخر هتبقى ليها طعم كويس جدا. ولكن تعالى نبص على اللي بيحصل هنا يا شفيق كده اهو، بلاش نعمل بايدينا عشان ما حدش يقلدنا والموضوع يبقى فيه قلق في الاواخر اهو كده، ونقلبها شويه بتتشوح
عشان برضو تفرق معايا في التسويه كتير. هعملها في بايركس، ولكن تعالى نعمل الاول بقى ايه التشويحه دي، وبعد كده نخش على فكره الصوص، وفي الاخر نعمل الكلام ده كله ودخله الفرن كده اهو. واللحمه شغالين فيها برضو، خلاص يعني هانت. بس زي ما اتفقنا بحب اعمل اللحمه بتاعتي تكون مفرومه كويس عشان خاطر، او متقلبه كويس عشان خاطر ما تبقاش برضو فيها مشكله في الكلكعه كده. طيب هنا عندي الزبده ساحت، حلو الكلام ده. هعمل فيها الصوص، هديها سنه زيت زيتون تديني نفس حلو مش كتير اهو كده، حلو الكلام. وهبدا اخليها تسخن كويس جدا، وهشتغل بيها واحده واحده، وهبدا احط عندي جايب عندي نقول مثلا، ما بحبش اشتغل بالجرامات والله، بحب اشتغل بفكره كوبايه مثلا او نص كوبايه كريمه لباني. ونفس الموضوع نقول مثلا نص كوبايه اهو زي ما حضراتكم شايفين دي لبنه، لبنه لبناني او تركي حسب اللي موجود في السوق قدامنا. هما الاثنين لبنه بالنسبه لي وبشتغل بيهم، بس تكون ما تكونش دسمه قوي عشان خاطر برضو احط كريمه لباني وهشتغل بشكل لطيف. بجيب عندي المضرب يكون سيليكون عشان ما احتكش بالسلاستين كتير كده. بصلايه ناعمه جدا نفس الموضوع مش كتير، وهاخد بسيط جدا برضو من التوم. بص قد ايه فيه، ربع فص توم يعلي معايا التست بس، وبقلبهم كويس جدا. ده للصوص. هنا اللحمه خلاص اتعصجت وبقت تمام التمام اهي. المكسرات والبقدونس خليها في الاواخر كده تمام. مش عايز اجيب ميه عشان مش محتاجه تكون مسلوقه، يعني تشويح يعني كله تشويح. طب هنا اول ما تدبل معايا مش هحرقها عشان خاطر في الاول وفي الاخر دي كريمه، لو زودنا لسع البصل مع الثوم هتبقى في الاخر غامقه، ولما نحط كريمه مع اللبنه هيبقى الموضوع معايا في الاخر حاسس ان انا يعني حاجه طالعه على الوش كده غامقه مش حلوه كده. وادي اللحمه خلاص خلصانه، وهبدا انزل عندي الاول باللبنه كده واقلبها على السريع بالشكل دوت كده اهو. تبدا تفك معايا وتاخد شكل ان هي بقت صوص خلاص. فكها اكتر بالكريمه اللباني، عايز اديها حبه مرقه مش هيقولوا لا، عايز اديها سنه نشا لو هي فكه قوي مني مش هتقولي لا برضه، بس انا همشيها كده ومش هزود ولا انقص فيها غير بس تاخد معايا حبه النعناع بتوعها وتبقى عندي صوص لطيف كده اهو. تاخد غلوه واتنين ومتشكلين تطلع على طول تخش معايا الفرن. دي خلاص خلصانه، خلينا نشوفها في بوله طبعا شفافه تكون الطف عشان تبقى باينه مع حضراتكم كده. ادي اللحمه المفرومه، بسم الله. بص كده يا عم شفيق، اهي اللحمه المفرومه ما خدتش وقت مننا في التعصيج بتاعها زي ما حضراتكم شايفين. هديها سنه سماق ثانيه تعلي معايا التست اكتر، وحبه البقدونس اللي اتفقنا عليهم مش كتير، وحبه المكسرات برضو نفس الموضوع اهو. ده لحشو الكوسه اللي بتتشوح في الزبده اهو، سنه ملح كمان. بتحط سنه ملح ليه يعني؟ ايش عرفك ان هي عايزه ملح؟ والله بالوايم كده بحس ان انا يعني ما حطيتش كتير في الاول، فبحاول ازود برضو حاجتي وتبقى على نظيف اهو. هنا الصوص اعلي عليه النار سنه عشان ينجز، هياخد غلوه ويبقى الموضوع تمام. تعال نجيب كمان ورقتين نعناع ونفرمهم فرمه سريعه عشان برضو تحطوا في الصوص، شيل الاعدام منهم وافرمهم اهو. حالا اهو كده. وهنا خلينا نبص نشوف اخبار. بص الكوسه يا شفيق اهو، دي كده جاهزه على الحشو. نديها كمان لسعه، هي ما تاخدش وقت اصلا في التسويه، بس انا حبيت ألسحها هنا واديها تشويحه وتبقى ليها طعم كويس عشان خاطر لما تخش معايا البايركس برده ما تبقاش حاسس ان انت محتاج منها تسويه كتير وتقرص اكتر في الفرن على الكريمه او الصوص اللبنه بتاعنا اهو كده. هبدا اعمل ايه؟ اشيل بس العيدان دي، وادي حبه النعناع على اللبنه، ويتقلبوا كده ونسيبهم سيكه كده ياخدوا غلوه حلوه عقبال ما نجهز نفسنا للبايركس ونحشي الكوسه. نجيب كده بايركس غامق غويط ولا ايه؟ وهعمل كده على السريع حبه بس صوص احطه في الاول
عشان ابدا انزل اللي انا عايزه كله واحده واحده كده اهو كده ماشي يا شفيق. ونجيب الكوسه بالشكل ده كده متشوحه بالزبده وتكمل تسويتها جوه الفرن. ودول كمان يكملوا تسويتهم ونرجع تاني نجيب عندنا معلقه وواحده واحده كده يا شفيق. بص اهو معانا يا استاذنا بالمكسرات كده وممكن نحشيها زي ما اتفقنا من الاول كامله. انا عايز اسهل الامور وده موجود وده موجود اهو. هطلعك فاصل والله بس خلص اللي بايدي. انت عايز تطلع فاصل وانا لا مش لسه هحط صوص كده اهو. اقدرك انا معايا ها. حاضر اطلع فاصل يا سيدي وبعد الفاصل هنشوف اخبار الكوسه المحشيه مع صوص اللبنه. اتفضل يا استاذ. اهلا بيكم مره ثانيه مع الام هنيه. طيب قبل الفاصل كنا احنا شغالين في اول طبق وتعالى كده شفيق بعد اذنك هوريك بس انا عملت ايه. حشينا وحطينا الصوص اللبنه ودخلناها الفرن تاخد لها غلوه ومتشكرين. ليه الغلوه دي؟ عشان اكمل تسويه الصوص لو هو لسه ما استواش وعشان كمان اللحمه الكوسه كمان تاخد غلوه من فكره الصوص. والصوص اللي باقي طلعته هنا زي ما انت شايف يا شفيق بص اهو. طبعا الصوص ده رائع يعني يتاكل كده لوحده زي ما بيقولوا. طيب الكبه الصينيه انا زودت زي ما حضراتكم شايفين اللحمه دي كتير وخدت منها الحشو اللي انا عايزه وهحشي الباقي ده بفكره الكبه الصينيه. بس تعالى نعمل الكبه الصينيه الاول ونشوف بتتعمل ازاي وبتاخد كام وش. انا عندي اللحمه بجيب برضو عندي لحمه مفرومه عاديه جدا او بفرم اللحمه عندي لو عندي الهاند بلندر ده او الفود بروسيسور في البيت هقدر اشتغل بيه. بجيب عندي مثلا نجيب نص كيلو لحمه تعالى نفرمهم كلهم وعايز اخليهم كلهم يكونوا واخدين وش ناعم كويس قوي. بسم الله. وده يا شفيق خد بالك في حاجه تانية عايز اقولها لك. ممكن لو حبيت ان انا اخدها وشين مع البصل ما عنديش مانع، عايز اخليها لوحدها وفي النص الطريق احط البصلية برضو ما عنديش مانع. تعال يا شغاله ادي البصل خلينا نحط البصل من دلوقتي اهو. والبهارات بالمره الملح الكمون السماء البابريكا البهارات المشكله اللبنانية. مش سامع مش ساكت والله عشان عايز اتكلم عشان خاطر المكنه صوتها يعني مع المايك هيتعبك انت وهتقول لي صوتك ومش صوتك. طيب حاضر.
والله ما سامعك. عايز ايه انت؟ مش عايز نسكت ولا عايز نتكلم؟ طب اعمل ايه؟ امشي؟ لازم تاخد وشين ثلاثه عم شفيق. ما لو كانت مفرومه نصين كنت خدت دي. لكن الكبيبه عامه او الكبه عامه لازم تكون بوريه مش باينه. واتحط كمان لسه احط فيها كمان برغل، يعني انا سايبها تتفرم الاول واحط فيها كمان حبه البرغل المنقوعين ومصفيين. عايز ايه؟ اقلب تقليبه حلوه كمان من مره كده اهو زي ما احنا اهو كده. شايف العجينه بقت عامله ازاي؟ شايف جوه مفيش بصل باين ولا في اي حاجه. البرغل كمان ممكن احطه على فكره بره المكنه مش شرط، ولكن انا بس حابب ان انا استغل حاجتي كلها في نفس المكان. ريحه البهارات طالعه من اول حاجه، اول ما فتحت الفود بروسيسور طلعت البهارات باينه جدا. نزود كمان سنه تمام دي تقريبا كمان كده اهو عشان تتفرم على رواق. ممكن تقول لي يعني هي البروسيسور ده على قوتها كده ما تقلبش؟ اقول لك لا، هي بتفرم اكتر ما بتقلب. بتقلب طبعا كل حاجه، لكن خلينا بس نعمل حاجه مظبوطه عشان ما تبقاش عشوائيه. شايف هنا اللي بيحصل كده؟ خلاص دي، تعال نطلع دي من مره عشان نبقى مخلصين برضو اول طبق اهو. ادي يا سيدي تعال اهي دي الكوسه بصوص اللبنه. بص شايف عامله ازاي؟ متشكرين جدا ليكي. هنطلعها بسم الله، طلعها في بوله فاضيه عشان نبدا نشتغل بيها، ونحضر كمان بوله فيها حبه ميه عشان خاطر نشتغل برضو على مزاج. شيل السكينه الاول. كده اهو. حلو، نملي لنا ميه ونبدا نجيب اهي. بص كده يا شفيق، بص اللحمه بقت عامله ازاي؟ اهو. يديك تتبل ميه لسنك كده اهو اهي عشان تقدر تشتغل بيها. لو كنت تعملها كبيبه زي اللي احنا بنعملها في البيت، او هنعملها كبه صينيه بالشكل ده. شفت اللحمه بقت عامله ازاي؟ عايز اشم ريحه اللحمه واعرف ان انا صح ولا غلط، كميه البرغل مظبوطه ولا لا، كميه البصل مظبوطه ولا لا. بعمل ايدي كده اهو، بمسك حته اللحمه بايدي والعب بيها كانها عجينه. اهي يا عم شفيق ركز معانا الله يبارك لك. اهي ريحه البهارات تمام. لو في حاجه من دلوقتي نحط، لان لو دخلنا الفرن مفيش حاجه هتشتغل بيها تاني. بقسمها على نصين كده اهو. حلو الكلام. بعمل كده ككره اولى وبشتغل نفس الموضوع تاني الكره الثانيه. ايدك بسنه ميه بسيطه كده اهو، تساوي الامور. ودي متشكرين ماشي الكلام. دي كده وادي السنه اللي فيها ميه، نوسع نفسنا. ادي الكورتين دول. ايه بقى يا عم شفيق بقى الحوار؟ اهو بس الاول ايه؟ عشان طبعا هي دافيه، نجيب عندنا صينيه فاضيه. الصينيه دي بحط فيها زبده زي ما حضراتكم شايفين من الجوانب عشان ما تلزقش مني. حلو الكلام. بجيب عندي اول كوره وابدا انزل كده اهو، وابل ايدي وابدا افرد اهو. افرد كويس جدا لحد ما اخليها كلها متساويه. دي الارضيه بتاعتي اهو.
لحمة ببصل ببرغل بسماء ببهارات بملح وفلفل بكل حاجة ليها علاقة بالبهار. ايديك بقى هنا هي اللي بتساوي العجينة، تعتبرها عجينة اهو اهو. ساوي، ما تخليش حته تخينه وحته رفيعه، كله سوا سوا. حاجه زياده بتتشال، بص شفيق اهو، شايف الزياده اهو، ترجع تاني بتساوي باللي ايدك سنه. مش انت اكيد، انا بكلم المشاهد ها، عشان انا عارفك انت هتقعد تعرف تعملها ولا تعمل غيرها. اهو كده اهو. في امهات كتير جدا بتحب الاكلات دي برضو، بيحبوا يعملوها كمان في البيت، فلازم برضو نشتغل على هذا الاساس اهو. كل ما تساوي فيها الطف، كل ما تيجي وانت بعد ما تخلص تطلعها من الفرن تبقى في ايدك تسويتها، وخلصت تسويتها وفي ايدك وانت كمان بتقطعها، عايز تقطعها مثلثات، تقطعها زي ما هي، تطلعها زي ما هي، مش تفرق. بس المهم من دلوقتي ما تلاقيش وانت بتقطع تلاقي في حته تخينه زي كده اهو اهو اهو، دي مثلا كده بسيبها وارجع لها تاني اهو. الجوانب دي بيعمل كده عشان مفيش حاجة تبقى طالعة عن التانية. يعني هنحشي دلوقتي لسه لحمة اهو، بص شفيق كده. بعد ما سويت يا باشا تاني تساوي تاني اهو، تمام كده يا باشا. ماشي، خلينا حلوين مع بعض. ماشي خلاص سوينا. نجيب اللحمة تكون باردة، ما تكونش سخنة. هقول لك ليه مش باردة سخنة. انت طبيعي لحمة مفرومة ولسه طالعة من المفرمة وهتخش كمان الفرن، ما ينفعش تكون اللحمة تكون باردة وتجيب لها كمان لحمة سخنة هتفك منك، ده مش صح. تحط كده اللحمة المفرومة اهي بتساوي ماشي الكلام، حاطين المكسرات جواها كلها، كل حاجة متظبطة وتمام التمام، ماشي الكلام. هنبدأ نعمل ايه بقى تاني؟ انا بس عايز اغير الكلافس ده كده ونبدا نجيب. اتفضل. اه لا اللحمه ماشي كمل. حلو السؤال منك، مش احنا حلقه مسجله فممكن حد فعلا يكون لو احنا هوا هيسال السؤال ده. قال لك حطيت اللحمه المستويه مع اللحمه النيه، لما يخش الفرن هتسوي اللحمه المستويه ولا هتسوي النيه؟ النيه مستويه اصلا، هي مفرومه كويس قوي فمش تاخد منه تسويه كتير، ده رقم واحد. المستويه اللي جوه اللي في النص اصلا مش هتطولها نار للدرجه ان هي تستوي تاني، خلاص هي خدت تسويتها ومحشيه وزي الفل. تبدا تحط بقى انت اللحمه دي فوقيها، يبقى انت في نيه وطبقه مستويه وطبقه نيه، هيخشوا كل ده كله هتشد مع بعضه وهتستوي اللي فوق من ارضيه الفرن ومن الوش من سقف الفرن، اما اللي جوه دي هتاخد وتكمر بطعم اللي جوه والجوز بتاعها كمان هينزل مع الزبده اللي محطوطه في الاول، فتمام يعني ده ما تقلقش منه. حلو الكلام. بنعمل كده عشان نبدا برده نحط اللحمه الثانيه كده، ماشي الكلام. هنبل ايدينا برضو نفس الموضوع ونمسك قطعه اللحم بتاعتنا ونعملها كده. لازم الميه عشان خاطر ما تقوليش زيت، يعني انا مش عايز زيت. اه بعملها زي ما تكون عجينه اهو من الاول عشان برضو تريحني. ممكن اعمل كده كمان وممكن اعمل كده اهو واعمل كده في البدايه. ده كله انا بعمله من هنا ليه؟ عشان لما اخش الصينيه بتاعتي ما بقاش مزود ولا منقص كده اهو. بص كده يا عم شفيق اهو يا ساتر بيه. تعالى بقى تاني كده اهو ونبدا نعمل نفس التسويه، تساويها كده اهو ماشي كده اتحل اهو. دي لحمه مفرومه مش عجينه عشان تبقى فاهم، بس احنا عملناها زي العجينه لان اتفرمت وخدت وشين وخدت تسويتها وتمام التمام وزي الفل. تسويتها في الفرم، هي ما بتبقاش شغل طباخين سامحني، بس هي ده المقصود من كلامي يعني. طبعا اكيد في لبنانيين لو شافوا الحلقه يقول لك ده اللي بيعمله ده، انا بعمل الحاجه والله على قدي، فاكيد مش انا مش لبناني،
يعني انا بعمل حاجة على قد ما بقدر اعملها، ولكن طبعا اللبنانيين هم الاساس في الاكل اللبناني، زي ما المصريين هم الاساس في الاكل المصري. لو جبت واحد شيف لبناني النهارده وتخليه يعمل لك حاجه ليها علاقه بالاكل المصري، اكيد هيحاول يعملها كويس جدا وهتطلع من ايده زي الفل طبعا اكيد، لان ناس اصحابي كتير جدا شافت لبنانيين مهراء في الاكل يعني جامدين جدا، ولكن برضو كل واحد فينا بيبقى حسب التعود اللي هو متربي عليه وحسب كل حاجه. يعني مثلا اجي اعمل الكبيبه ممكن اعمل كيلو كبيبه مثلا في ساعتين، هو اعملها في خمس دقائق. شغلانته يا جماعه، بلده لعبته. بعمل كده اخر حاجه اهو كده اهو، وبعمل ايه بقى تاني؟ خلاص انا كده خلصت كده، هعمل حركه حلوه قوي، هشيل بس كده ايه المواعين دي كده اهو، وكمان دول ننضف مكاننا عشان نقفل ونفنش الاخر. ادي كده واجيب عندي اخر حاجه السكليبر ده، وبقفل بيه بالشكل ده كده اهو على بعضيها عشان لما تخش تستوي ما تبقاش طالعه بره كده اهو. تقفل الحز، وكده كده الحز ده احنا بنديله زبده فمش هيبقى طالع ان شاء الله، زبده او زيت مش شرط. حاضر، لا مش هقفل، حاضر ماشي الكلام كده احنا تمام. هنعمل حركه اخيره قبل ما ندخلها الفرن حالا يا استاذنا. كده انا فاضل عندي التبوله ان شاء الله، وفاضل عندي كمان الكبده دبس الرمان. بجيب عندي لوز، وبجيب عندي الاول السكينه وبحزز عليها كده، بص كده شفيق من النص كده معانا معانا ولا علينا؟ شبه البسبوسه فعلا، ماشي ايه المشكله؟ بص كده ما تجيش تاكل منها بس بعد كده لما تتريق. لا 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 لا، نجيب اللوز. لا يا حبوب، لا لا، ادي اللوز المحمص او لوز عادي ويتحمص كده كده قشطه، ونعمل كده. هي فعلا قلب على البسبوسه بيني وبينك، بس مش ههاجمك يعني واقول لك ايه اللي بتقول دوت، ولكن هي مش بسبوسه، هي طريقه بسبوسه بس قشطه يعني هتعجبك والله. وبترص المكسرات لطافه كده، بس صدقني خرطه منها يعني هتعجبك قوي، خرطه بقت بسبوسه رسمي فعلا، كلامك صح. انت تعرف ان انا ماليش في البسبوسه يا شفيق؟ والله ماليش في البسبوسه وانواعها وبتاع الحاجات دي، بس بعملها قشطه. بس يعني ايه، تحس ان وانا بعمل الحاجات الحلوه عامه ان مش عراء، يعني تحس ان واحد بيتقمص شخصيه حلواني. سبحان الله يا اخي، كل واحد فينا ليه شغلانته. يعني تلاقي الحلواني لما يجي يعمل طبخ باين عليه ان هو راجل حلواني، والشيف او الطباخ بتاع السخن هو بيعمل حلويات باين عليه سبحان الله ان هو راجل نفس الموضوع. يعني لو بسبوسه بقى، قال لك لو بسبوسه تطلع شكلها شيك. لو بسبوسه، عايز اقول لك ان البسبوسه احب اكلها البسبوسه البلدي، مش اللي هي كده وكده وبتاع زي الكنافه كده، احبها بلدي. لا سمت ايه انت، هتقفلني بالكوليسترول كده على الشفيق؟ لا بسيط يعني، تبقى لطيفه كده بسيطه مش كتير كده. الله شكلها في الاخر ما تستويش تبقى كارثه. تمام نعمل كده، كاميرا حلوه كده عشان تستوي وهي جواها، بلاش تجويد بقى اكتر من كده. زي الفل، دي تخش الفرن ونطلع فاصل، واحنا ورزقنا بعد الفاصل. اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا احنا مدخلين الكبه الصينيه جوه الفرن، احنا ورزقنا بقى ان شاء الله يعني لا تخلص لا نشوف. طيب حط حبه خضار مشويين نزوم القعده اللبنانيه يعني. عندي دلوقتي طبق دبس الرمان وعندي طبق التبوله. خلينا نبص على الفرن بس كده ونشوف وصلنا لحد فين. بسم الله تمام، بس يعني شويه كمان. تمام سيبها شويه كمان تحت تغلي غلوه ونشوف احنا ورزقنا فيها ايه. طيب خلينا نخش نعمل ايه، نعمل التبوله
ماشي، نعمل التبول الاول. دبس الرمان مش هياخد معانا دقايق، جايب عندي نص كوبايه دبس رمان خليه على جنب، والخضار بيتشوي، الثوم والبصل مع الطماطم والفلفل الحار، ده اكيد بيعلي تيست جدا في الاكل بتاعنا. طيب خلينا اجيب بوله فاضيه، واجيب عندي بشكل بسيط كده حبه ملح في الاول، تمام، وكمان هحط عندي سنه زيت زيتون، تمام، وليمون براحتي خالص كده اهو، يبقى ليمون وزيت زيتون وحبه ملح والسماق لو حابين، مش حابين براحتنا لا، تمام. اقلب كويس قوي زيت الزيتون مع الليمون، وده اهم شيء. بتبل فيه ربع بصلية مفرومه على قد الكميه اللي هشتغل بيها، بتبل كويس قوي، حلو الكلام كده. وبتبل فيه كمان حبه طماطم من غير بذر الاول كده اهو، جميل كده واضح ومفيش اي حاجه خالص تزعل، قلبهم كويس جدا. وعايز اعمل ايه؟ عايز اجيب حاجه فاضيه اطلع بس فيها حبه من الخضار اللي تبلناه كده اهو على جنب، وهجيب عندي الباقي من البقدونس، تعتمد البقدونس اكتر، ورق البقدونس، وحبه البرغل مش كتير كده اهو، منقوع ومغسول غسله نظيفه، ويتقلب كويس جدا كده، ما بقاش كميه البرغل باينه لدرجه ان هي تبقى ازيد من البقدونس. نقلب مع بعض كويس قوي، نديها كمان سنه زيت زيتون عشان تبقى معايا طعم كويس، مع كمان سنه ليمون، بياخد ليمون كتير، هو الاساس بتاعها زيت زيتون وليمون كده، والملح تبلنا بيه كويس الاول كده اهو، الطماطم مع البصل مفرومين كده بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين اهو كده، ما فيهاش حاجه ثانيه. عايز احط نعناع؟ ماشي، مش عايز، بس انا همشي زي ما هم عودونا. هحط عندي بقيه البصل وبقيه الطماطم، وتقلبه كويس جدا بالشكل دوت كده، كده بقت ملامحها باينه جدا ان هي تبوله متبله كويس جدا. تعال نغرف الطبق ده على السريع. هنجيب طبق كده فيه خس في الاول، حلو الكلام، ونجيب عندي حاجه ننزل بيها، تمام، ماشي، نبدا ننزل كده التبوله بالشكل ده كده اهو، على الطبق كده اهو، وبنجيب الخلطه اللي حطيناها في الاول كده اهو على الوش، وكده نحط كمان عليها ليمونه كده اهو، وكمان سلايز كده، وده طبق تبوله سريع جدا ما فيهوش اي حاجه صعبه، ماشي الكلام. الخضار ده خلصان، نرفع الخضار او نطفي الشوايه. تعال نعمل دبس الرمان على السريع. كسرول فاضي او طاسه، بحط فيها سنه زيت زيتون، تمام، وسن الثوم، سن البصلايه ناعمه جدا، ما بحرقش زيت الزيتون، انا كده خلاص خلصته، تمام. بنزل عندي بالكبد المسلوقه، كبد الفراخ، يتشوحوا شويه، اديهم عندي سن الدبس الرمان، تعلم معايا التست اكتر كده. كده الكبده مسلوقه مش محتاج اقلب فيها كتير، ولا انا اهريها، ولا كمان ازود كمان فكره زيت الزيتون يتحرق مني. بنزل عندي دبس الرمان بالشكل ده كده اهوت، تمام، وابدا اقلب، وهديها ليمون، وهديها سنه ميه بسيطه اخفف بيها الصوص، مش اكتر من كده. الليمون خليه في الاواخر عشان ما يمررش في الغليان، وادي سنه الميه البسيطه، ماشي الكلام، لان الصوص ده اروع ما هو فيها هو صوص دبس الرمان كده اهو، والليمون زي ما اتفقنا خليه في الاواخر، وعايز بس الم الدنيا كده، ممكن الليمونه دي هستخدمها، تمام. نرفع الكلام الحلو ده، وتعالى نطلع في الفرن عقبال ما ناخد الغلوه من على النار. بسم الله، هلا 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 هلا، صفي سنه الجريفي دي، ونشوف
الاختراع اللي عملناه من شويه مع حضراتكم وصل لحد فين؟ اهو يا عم شفيق، البسبوسه اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها من شويه ربنا ابني والله بيسترها معايا عشان خاطر اللي زي حالتك لو ما اتظبطتش معايا مش هتسيبني، انا عارف. الحمد لله. دبس الربان خلصان، ياخد غلوه، اشم الريحه، اديله سنه فلفل اسمر كمان تعلي اكتر، وبسيط من الملح عشان الصوص يكون متطعم كده اهو، وده تمام التمام كده زي الفل. نغرف الطبق ده بالمره كده، والليمون زي ما اتفقنا بالمره وهو هنا في الصوص كده اهو بايدينا على طول، ونبدا نرفع واحده واحده الكبده. عايز اتكلم على الكبده اتسلقت ازاي؟ حاضر، لاني الكبده طبعا لو سبناها نيه الموضوع مش هيبقى مظبوط. فبنعمل ايه بقى؟ بنجيب عندنا كوبايتين ميه سخنين، ونجيب عندنا الكبده، ونبدا بعد كده نحط فيها سنه خل، وبعد كده نديها فص ثوم وبصلايه وسنه قرفه وليمونه بقشرها. نسلق كويس جدا الكبده، خدش معانا دقايق، وبعد كده بنبدا نحط عليها حبه توم باودر على بصل باودر، ونصفيها نحطها في ميه ساقعه، وبعد كده بنطلعها على جنب تبرد، ونبدا نشتغل بيها في اي حاجه احنا عايزين نشتغل بيها براحتنا خالص. كده عندي نوت اهو اتشوحت مع فص الثوم، ليها ريحه عاليه جدا كده اهو. وهبدا كمان ازود عندي الصوص كده شويه، وهنا هاخد صوص خام هعمل بيه كده دبس الرمان. لسه هجيب الصوص تاني، بس الاول احط الحاجات بقى في طبقي. بعمل كده الفلفل الاخضر، الفلفل الاحمر، وبصلايه مشويه، فص ثوم لطيف، فلفل حار خليه للكبه، ونجي الناحيه الثانيه بصلايه، طماطمايه مشويه. طبعا الخضروات دي كلها تمشي معايا في كل حاجه ليها علاقه بالاكل اللبناني عامه، وليها تيست عالي جدا، ولكن المقصود منها ان هي تتعمل مظبوط. اجيب منديل، نشيل الحاجات اللي شكلها مش حلو، تمام. نجيب الصوص غير غلوه، ممكن على فكره ما احملش صوص تقيل، ممكن امشيه عادي جدا خام مش هيقولي لا كده اهو، وننزل بالشكل ده كده اهو عليها. احنا كفينا الصوص وتبلناه كويس يبقى معايا ليه طعم تمام. عايز احط صوص طبعا، اكيد لازم احطه على جنب عشان خاطر يبقى معايا زياده. ادي بهار بسيط كده على الوش، وسنه الليمون كده اهو تاني بالشكل ده كشفي. بص على الوش احبها يكون فيها ليمون كتير، تمام. ونجيب عندي سلايزين حلوين كده كده اهو كده، واكمل بيه الطبق بتاعي عشان خاطر يبقى انا قفلت طبق لطيف. وعلى السريع سن الزعتر كده اهو، وتبقى معايا في طبق الكبده بدبس الرمان كده، ويطلع على طول على المائده جنب التبوله. فاضل عندي الكبه الصيني، وهو ده اللي هنطلعها حالا مع حضراتكم. طبعا اكيد سخنه، فلازم ناخد بالنا شويه، حاجه من الحاجتين نغرفها زي ما هي، يا اما نطلعها ونشوف اخبارها ايه. طيب مش هجيب لها عندي طبق لطيف كده اهو، بسم الله. والله يا شفيق لو قلبتها على طول ممكن عادي جدا. ايه؟ طب انا ممكن اعمل كده، ايه رايك في الحركه دي؟ زي ما هي يا باشا اهي، وهقطعها لك برضه، حاضر، وندوقها كمان لو عايز. دي الصينيه اللي كانت فيها الزبده ساحت، والجوز بتاع البصل والحاجات اللي حطيناها كلها، وانا بحضر لك التقطيع اهو يا باشا.
كده اهو، مطرح ما حززنا لو انت فاكر. فاكر ولا مش فاكر؟ كبرنا كويس والحاجه طبعا ما شاء الله زي الفل، واخد حقها في التسويه. كسرت طبعا رائعه. وتعالى بص يا عم شفيق، انا بتكلم في ايه؟ بص انت فاهم انا بتكلم في ايه ولا مش فاهمني؟ انت انا فاهمني، انت عارف انا عايز ايه. ما علينا يا عم شفيق، حاضر تمام يا عم شفيق. ده بنت اللي حلو حابب ادوس على الوش تطلع على طول على المعده. اكيد هختم، هروح فين منك يا عم ارحمني؟ انا هختم خلاص، عملت الاطباق يعني اكيد مش هم يعني مش هضايقك يعني، انا عايز امشي اكيد زيك يعني، مدي حقيقه مسجله وكان عندنا هوا الصبح يعني اكيد صح. طيب يا عم شفيق حاضر. ده كان حلقه النهارده مع حضراتكم، كانت حلقه عن اكل اللبناني لطيفه جدا. عملنا مع حضراتكم كوسه محشيه باللحم المفروم والمكسرات وصوص اللبنه، طلع اول حاجه وصوص اللبنه ده كمان رائع زي ما حضراتكم شايفين. عايز بس اعمل حاجه ما عملناش يا شفيق، معلش انا اسف، فكر بس المشاهد بيها، لان لو عملوها في البيت وما عملتهاش انا يبقى الموضوع مختلف. بص الصوص عامل ازاي يا شفيق، معلش اهو ده الصوص، شايف الصوص؟ مش لبن، مش كريمه لباني، صوص رابط، فاهمني؟ اهو معايا انت؟ فالصوص لازم يكون كده، ونفس الموضوع هنا. ده اول طبق كان مع حضراتكم، والطبق الثاني كان تبوله بسيط جدا. الطبق الثالث عندي كبده دبس الرمان، وكمان احط عليها فليه الليمون، نسينا نحطه ما تسربعناش. ليمونه بتشال منها القشر وبتاخد منها الفليه بس، يبقى اديني مزازه عاليه جدا. والطبق الاخير هو الكبه الصينيه، عملنا صينيه كبه او كبيبه على شكل الصينيه، دي كانت اكلتنا. بكره ان شاء الله في نفس الميعاد حلقه جديده، السلام عليكم.